كل ليل في نور جميل ورا كل نموذج ناجح أسرة مهتمة. علشان كده فكرنا نقدم لكم برنامج هماسي، واللي من خلاله بنخاطب كل أب وأم إزاي يتعامل مع أولاده. لو عندك ابن أو بنت من ذوي الإعاقة يبقى مهم جدا تسمعيني. في نور جميل، إزاي أنتوا لسه قافلين على أولادكم وفي مننا دكاترة ومبرمجين وبنعتمد على نفسنا بشكل كبير. اخرج من الضلمة تعيش، يتنفس الحلم الأمل، ده اليأس ليل ما بينتهي. انتظرونا قريبا جدا على قناة فرسان التحدي وبرنامج همسات دينا لطفي. تعيش يتنفس الحلم.